يؤدي تقريبا 95% من وظائف الغضروف الطبيعي وبيفضل مدى الحياة. الجراحات محدودة التدخل تعالج الآن مشاكل العمود الفقري بنسب نجاح تتجاوز 90%. الجراح اللي يقدر يعمل الجراحات محدودة التدخل يعني يستطيع أن يجري جراحة بالمنظار والميكروسكوب، ده جراح بيقدر يعمل كويس الجراحات العادية وبأحسن ما يكون. الأستاذ الدكتور يسر الحميلي، أستاذ واستشاري جراحات المخ والأعصاب والعمود الفقري، الأستاذ بكلية الطب جامعة القاهرة، مدير مستشفى نيور سباين للجراحات المتخصصة. أهلا بكم. طبعا النهاردة حوار مثير ومهم جدا حول أمراض العمود الفقري وجراحاته، لكن خلينا أنا فكرت أقول لكم وبحثت الحقيقة في الحكاية دي. طبعا ممكن يكون كلامي مش دقيق قوي، بس يعني احنا يعني تعبنا في البحث في النقطة دي. اخطر حاجة ممكن يتعرض لها الانسان في الحركة ايه؟ حاجات كتير طبعا بتختلف من شخص لشخص، وكل حاجة غلط خطر طبعا، لكن لقينا ان كل الابحاث اشتركت او كتير من الورق البيبرز كتب انه اللفة المفاجأة مع حمل تقيل، ان واحد يعني اكتر شيء واخطر شيء يتعرض له الانسان هو دوران العمود الفقري في حركة دائرية مفاجأة مع حمل وزن تقيل في نفس الوقت. وده بيحصل كتير في مصر، يعني اللي هو بقى فكرة ايه، ان واحدة ست مش قوية قوي تشيل كرسي عشان تنقله، فبتشيله ده حمل وزن تقيل، تروح جاي لفة كده. اللفة دي في منتهى الخطورة، خطرة جدا، هو ده اخطر من واحدة من اخطر الحركات. وفي حركات تانية كتير بتضر العمود الفقري احنا بنعملها، طريقة النوم، طريقة القعدة في العربية، طريقة الحركة، طريقة الجلوس في المذاكرة اللي بقيت تبقى فيها مشكلة، التقاط الاشياء من على الارض. احنا ما عندناش ثقافة التقاط الاشياء من على الارض يا جماعة، مفيش حد بيعرف يوطي يجيب حاجة من على الارض صح، كلنا بنوطي غلط، كل الناس بتقول انا موطي جايبة الحاجة وقايمة. يا سلام، بص تلاقي هو بيقول طقطق ظهرك، او الديسك بدا يحمل مشاكل، الارض ليها التقاط الاشياء اللي هو الواحد ينزل على ركبتيه او ينزل بركبتيه يجيب الحاجه ويطلع وهو فارد ظهره. مين اللي بيعمل الحاجات دي؟ صعب ومش كتيره. خلينا نفهم النهارده تفاصيل مشاكل العمود الفقري، نفهم ازاي ان التشخيص المبكر، ان اروح بشكل مبكر اكشف مبكرا، هدي فرصه لجراحات رائعه الان بقت ليها زي ما بيقولوا اليد العليا وبقى ليها قيمه كبيره، جراحات محدوده التدخل. بس بشرط ارجوك تعالى مبكرا اول ما تشتكي. هنفهم النهارده حوار مثير للغايه مع ضيف العزيز، طبعا قمه كبيره من عالم جراحات المخ والاعصاب، ليس على مستوى المصري والعربي ولكن على مستوى عالمي. قدم الثقافة الطبية الخالصة في جراحات المخ والأعصاب، ودائما يبهرنا بحديث علمي متقدم للغاية وبمستوى تكنولوجي بينقله من غرفة العمليات إليكم على الشاشة الصغيرة. ضيف العزيز أستاذ الأساتذة الجراح الكبير، أستاذ الأساتذة الأستاذ الدكتور أنور يسري الحميلي. يسري أنور الحميلي، أهلا بك يا دكتور. أهلا دكتور. دايما مرتبط أنا باسم أنور عشان يمكن على الطريقة الأوروبية. يعني منورنا يا دكتور يسري. الله يحفظك. عايز أروح لسؤال، فعلا هل دي أخطر حركة قبل ما أدخل في جراحة التدخل؟ بص، هو في حاجة مهمة جدا كتير ما يعرفهاش يمكن بعض برضو الأطباء الصغيرين أو مش متخصصين قوي. علم اسمه بايوميكانكس أوف سباين، أو عالم الحركة البيولوجية للعمود الفقري. وده علم مهم جدا جدا، اللي بيقدر اللي بيشتغل في العمود الفقري لو ما عندوش دراية بيه كافية مش هيبقى بيشتغل بشكل كويس، في ظل التقدم والثورة العلمية النهاردة اللي عملت لنا واستحدثت لنا حاجات كتير جدا كلها نشأت كبديل او كاستعاضة عن الحاجات اللي بتبوظ في العمود الفقري. بدأت بتثبيت الفقرات، بدأت بالشرايح بالمسامير، انتهت بالغضروف الصناعي، انتهت بحاجات تقنيات عالية جدا. مين يقدر يقول
اعمل ده ليه واحط ده فين واشتغل ده ايه واثبت ازاي وده اثبت للعيان وده ما ثبتش للعيان، هو اللي عنده درايه عاليه بما يسمى بعلم الحركه البيولوجي للعمود الفقري، وبالتالي ده اللي يقدر يحط للمريض بتاعه السيستم الاساس او الطريقه او النظام في حركته. كل واحد فينا عنده جسمه له بنيان، البنيان ده علشان ما يحصلش اي ضرر لابد ان انا اتعامل مع بنيان جسمي بالطريقه اللي تناسبه. في واحد يقدر يرفع 30 كيلو من الارض، في واحد ما يقدرش يرفع اكثر من 3 كيلو. انا هيئت الجسم ده ازاي وعمليه التهيئه دي نفسها، لان انا برضو لازلت بشوف ولاد صغيرين جدا في السن راحوا يلعبوا جيم بطريقه غير منظمه او من غير مدرب او بشكل هاميوني، فجالوا انزلاق غضروفي وللاسف جسمه زي الفل وشكله هايل جدا وعضلاته يعني حاجه جميله، وتعمل اشعه تجد انه عنده انزلاق غضروفي او فقره تضررت من انه عمل الرياضه بشكل خاطئ. وبالتالي ده مفهوم مهم جدا عايزين اولادنا يبقوا حاطين عينهم عليه، عايزين ثقافتنا الطبيه بتبقى بتقول يا جماعه مش كل حاجه نقدر نعملها هنعملها، ولابد من الاهتمام ب زي ما نقول كده ثقافه الاهتمام بالعمود الفقري تتربى عند اولادنا منذ الصغر. جراحات محدوده التدخل احدثت طفره كبيره في عالم جراحات المخ والاعصاب، وهي دلوقتي انا في رايي انها زي ما بيقولوا جراحات الحاضر والمستقبل، بس بشرط برضو ان المريض يجي مبكرا، لانه في فتره ما ممكن جراحه محدوده التدخل تبقى مش عارفه تتعامل مع عديد المشكلات. ده حقيقي طبعا، والاهم من ذلك كله ان مش بس ان المريض هيجي مبكرا، ان المريض هيجي ليه متخصص في الجراحات محدوده التدخل. وبلاش نسمع كلام الناس اللي بتقعد تخوف العيانين وتقول له اوعى تعمل عمليه بالمنظار ولا بالمايكروسكوب اصل ده هترد بسرعه. يعني دايما اللي ما بيعرفش يعمل الجراحات محدوده التدخل ولا يجيد استخدامها بيخوف المريض كانها بعبع او كانها رعب، وده مش صح. ما تخلوش حد يضحك عليكم، دي ده بيخدعك. اللي بيعمل الجراحة محدودة التدخل ده جراح متمرس قدر يعمل العمليات التقليدية وعدى المرحلة دي وخلاص، بيعمل حاجة أحدث وأكثر تطورا للمريض بتاعه علشان يخدم قضية واحدة وهي الشفاء المبكر، العودة إلى العمل مبكرا، وإن أنا أعمل العملية بتاعتي من غير ما أثر على التركيب الطبيعي للعمود الفقري. ده الصورة بتعرض لنا إزاي الانزلاق الغضروفي بيحصل. هنا الغضروف تضخم، بعد ما تضخم خرج بره المحتوى، ضغط على العصب، العصب ده بيغذي ايه؟ لو بيغذي المنطقه دي في الرجل هيبقى الالم في المنطقه دي، لو الغضروف في مستوى اقل او تحت منه يبقى هيغذي عصب تاني هيدي الالم في المنطقه دي، لو الغضروف في تحت في الحته اللي تحت في الفقره اللي تحت يبقى الالم هيجي في عصب الرجل ولكن في ناحيه تانيه، وبالتالي بتختلف الاعراض على حسب مستوى الإصابة. دي صورة بتعرض لنا ازاي ممكن يحصل كسر الفقرة من حركة مفاجئة عنيفة غير مدروسة. شفت القوة كلها انصبت على ايه؟ ده بنشوفه امتى؟ ممكن نشوفه في واحد نط من فوق علشان ينزل في المية اتخبط في صخرة فالفقرات ردت لورا، اتكسر العمود الفقري، اثر على حبل الشوكة. كوره يا فندم برضو ده يعني في الكوره بس نادرا ما بيحصل. لان مهما كان اصابه الكوره بتبقى الوزن بتاعه مش بالقوه، لكن ده بيبقى الوزن والجرافيتي والجاذبيه والاندفاع، بتبقى حاجات كتير قوي. هنا برضو بيعرض لنا الاماكن الاكثر تعرضا للاصابه في العمود الفقري بالتاكل والخشونه والغضاريف، وهي الفقرات القطنيه. وليه؟ لان بعرضها لحمل كبير معظم الوقت، هي شايله وزن الجسم كله، في نفس الوقت عليها معدل حركه عالي جدا. اقل الفقرات ضررا الفقرات الصدريه. تاني حاجه بتالي الفقرات القطنيه هي الفقرات العنقيه، ودي بقى مرض العصر بالنسبه للي قاعدين على المكتب، بالنسبه للي بيستخدموا رقبتهم بشكل كتير في السواقه، في القعده على المكتب، في المذاكره بطريقه خطا، في الولاد اللي ماسكين الموبايلات طول الوقت وتاني رقبته، في الست البيت اللي قاعده بتشتغل على
بطريقه مش صحيه في البنت اللي قاعده بتذاكر طول الوقت على الانتريه او في الكافيه مع الولاد يقعدوا يذاكروا في الكافيهات وبقت موضه. الحاجات دي كلها بتؤذي العمود الفقري. في كل الجراحات في التخصصات الاخرى تقدمت وتطورت، ده شيء مقتنعين به، والتطور ده سمه العلم الطبي يعني، لكن في جراحات محدوده التدخل التطور فيها وسرعته عاليه جدا. انتقل من مثلا جراحه فيها المناظير فيها الاشعاعات بتشرف الى جراحه فيها الانسان الالي الروبوت. فالتطور هنا حصل بسرعه قوي بسبب، هل بسبب احتياج وتقدم تكنولوجي، ولا بسبب كيانات عملاقه دعمت هذا التطور اللي هي شركات صناعه الاجهزه نفسها؟ بص، هو مجال جراحه المخ والاعصاب بنفخر دائما ان جراح المخ والاعصاب ده جراح شيك جدا، جراح عالي الذكاء، وده طبيعه الامر يعني. احنا بنعمل عمليات في المخ، مفيش ادق من هذا ولا اهم من هذا، وبنفخر دائما ان مجال تخصصي انا اللي انا اخذت فيه الدكتوراه الجراحه الملاحيه، هم اول ناس دخلوا جراحات الريبوت في العالم كله، وكانت اول عمليه اجريت بالريبوت عمليه اخذ عينه من المخ باستخدام الجراحه الملاحيه سنه 1985. تلاها بعد كده في 92 استخدام الكمبيوتر ومجالات الجراحه الملاحيه، فتحت الباب على مصراعي لاستخدام التكنولوجي، وبدانا بقى ندخل مع ده الميكروسكوب الجراحي، المنظار، الليزر، نستخدم التقنيات دي كلها. من الحاجات المستحدثه ان احنا ادخلنا مجال الجراحه الملاحيه في العمود الفقري، والحمد لله انا كنت سابق في هذا المجال، وكنت من احد الناس اللي بدات المجال ده بدري قوي 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 قوي، وبالتالي استفدنا كتير جدا من دعم الجراحه الملاحيه لحاجتين مهمين جدا. حضرتك قلت نقطه مهمه جدا، الاحتياج. انا النهارده لما بدخل في عالم مجهول انا محتاج ايه؟ محتاج خريطه ومحتاج بوصله، ولو انا بقى عندي تقدم علمي يا سلام، يبقى معايا نافيجيتور وقمر صناعي، واربط النافيجيتور اللي في معايا في العربيه بتاعتي بالقمر الصناعي، يبقى عمري ما هتوه في الصحراء وعمري ما هروح في المجهول. بالنسبه لنا جراحات المخ لوقت قريب قوي كانت حاجه مجهوله، انت بتفتح الجمجمه تجد كل نقطه في المخ مهمه، يا ترى دي بتغذي ايه وبتدي ايه وبتعمل ايه؟ بعد استحداث الجراحه الملاحيه وتقنياتها بقينا بنعمل عمليات في مركز الكلام ببنج موضعي، وهو المريض صاحي وبيتكلم معايا. وعلى فكره يا جماعه الكلام ده انا عملته في القصر العيني من 10 سنين. القصر العيني، مستشفى القصر العيني بتاعتنا، بتاعت الناس الطيبين اللي هي الصرح العظيم. فبالتالي بقينا عيان عنده ورم على مركز الكلام، انا خايف اشيل الورم اخد حته من مركز الكلام يطلع ما بيتكلمش، فمحتاجين ان احنا نعمل متابعه للكلام. هنعمل متابعه للكلام ازاي؟ يبقى لازم العمليه تتعمل ببنج موضعي وليس ببنج كلي، ده اللي عملته الجراحه الملاحيه، وكان من المستحيل ان يجرى بدون الجراحه الملاحيه. بالتالي هي الحاجه ام الاختراع، ولكن نخبه جراح المخ والاعصاب مش بشكر فينا ان احنا بس يعني، لكن دايما عندنا نوع من انواع ربط العلم بالتقدم بالاستحداث، بنفكر لقدام قوي قوي، نظرتنا للمستقبل بعيدة المدى، وبالتالي لما نفكر في العمود الفقري، لما نفكر نعمل عملية انزلاق غضروفي، تثبيت فقرات، النهارده بنستغنى عن الشرايح والكلام التقليدي ده، وبنضرب بيه بقى خلاص، بقينا بنستخدم تقنيات تانية واساليب اخرى. طيب، عندي سؤالين في سؤال واحد، المناظير ودورها في التعامل مع الانزلاق الغضروفي، ازاي المنظار بيدخل يتعامل مع الانزلاق الغضروفي؟ برضو كلاسيكيا ايه حدود المنظار؟ يعني كان انزلاق غضروفي بعدين المنظار يقول لك مش هقدر اشتغل، او خلاص دي حدودي. هل هناك، السؤال الثاني بقى، هل هناك حالة صراع أو تنافس بين المنظار والميكروسكوب؟ هل المنظار عدو الميكروسكوب أو الميكروسكوب عدو المنظار؟ وهل الـ الـ يعني أحدهما يعلو على الآخر ويسمو على الآخر، أم أن كل منهما منطقته اللي بيشتغل فيها؟ دول سؤالين. الحقيقة في مجال الجراحة، الجراح الشاطر بيستخدم كل التولز، الوسائل المتاحة لتطويعها لإجراء عملية جراحية ناجحة. تصور أنت بترسم لوحة
وواحد يقول انا متحيز للون البني، واحد يقول انا متحيز للون الازرق للسماويات، مفيش كده. اللي بيرسم لوحه ده محتاج جميع الالوان. احنا محتاجين في العمليه بتاعتنا كل التقنيات دي دون ان تطغى واحده على الاخرى. احنا ما بنتحيزش الحاجه. الجراح الشاطر بيقدر يعمل العمليه بتاعته بتطويع كل هذه الاساليب. المنظار ممكن استخدمه خطوه واحده في العمليه، ممكن استخدم الميكروسكوب في خطوتين ثلاثه، ممكن ادمج الاثنين مع بعض. دي عمليه بنشيل فيها الغضروف بالمنظار زي ما احنا شايفين، دخلنا فتحه صغيره جدا جدا في الجلد ودخلت الالات الجراحيه. هستخدم الجراحه الملاحيه عشان توريني الصوره راكبه على الاشعه بتاعت المريض، عشان لما اشيل الغضروف اتاكد تماما ان انا شلت الغضروف اللي عليه المشكله. هستخدم استحساس العصب عشان اقيس الكهرباء جوه العصب، ويا ترى العصب ده حاجه مسيته ولا لا. هستخدم الميكروسكوب في تكبير الصوره. وبالتالي لما بيبقى عندك ابناء وانت راجل اب مثالي ما بتفضلش ابن على الاخر، هتفضل ابن على الاخر لو انت اب مش مثالي. نفس القصه، كل دي وسائل واساليب احنا بنحبها كلها. والجراح الشاطر اللي بيقدر يلعب باكتر من حاجه وببراعه ويستخدم هذه التقنيات. النهارده ما بقاش مسموح ان واحد يقول لك اوعى تعمل العمليه بالمنظار اصلا بترجع تاني. اللي بيعمل عمليه بالمنظار ده جراح بيعمل العمليات الجراحيه بدقه عاليه جدا جدا، ويقدر يعمل العمليه بدون هذه الوسائل. طب هو ليه بيستخدم الوسائل دي؟ علشان يضمن لمريضه الدقه، سرعه اجراء العمليه، واهم من ذلك المحافظه على الانسجه الطبيعيه. هنا اهو بنشيل الغضروف وبنحط غضروف صناعي. الغضروف الصناعي ده هو بديل للغضروف الطبيعي. يبقى بالتالي انا شلت الغضروف اللي كان ضغط على العصب، رجعت المسافه ما بين الفقرات لوضعها الطبيعي، حطيت الغضروف الصناعي. المريض ده هيقدر يحرك رقبته شمال يمين فوق تحت كانه ما شالش الغضروف. بالتالي ده اللي عملته التكنولوجي، اللي عملته الجراحه الملاحيه، اللي عملته الثوره العلميه اللي احنا بنشوفها الايام دي. هل هناك تنافس بين البنزار والميكروسكوب؟ ليس هناك تنافس، انا بحب الاثنين. الاثنين ولادي الاعزاء، الاثنين انا بقدر استخدمهم لمصلحه المريض، بقدر اطوع ده في خطوه واطوع ده في خطوه. وطالما انا باجيد استخدام الاثنين يبقى انت عندك احسن لاعب في الملعب اللي بيقدر يشوط شمال ويمين، واللي يقدر يلعب وينج ليفت وينج رايت. تصور ده جوكر. تصور دايما ده بيبقى عند مين؟ اللعيبه اللي هم ليفت هاندد اكتر. باي ذا واي انا ليفت هاند. اسرع ربع ثانيه الجراح الناس اللي بتستخدم الناحيه الشمال اسرع فرد الفعل ربع ثانيه. هي ميزه كمان ان لما باجي اعمل عمليه جراحيه ما ببقاش مرتبط بناحيه. يعني انا ممكن افتح اعمل للمريض عمليه الرقبه من المزار من ناحيه شمال من ناحيه يمين، والميكروسكوب من ناحيه شمال من ناحيه يمين. ما عنديش تحيز لناحيه واحده، ودي بتبقى حاجه يعني ده بالمناسبه بس يعني عرضا. فعايز اقول ان احنا مفيش حاجه مفضله على حاجه، طالما ان دي هتخدم قضيه مهمه جدا هقدر اعمل للمريض بتاعي العمليه بنجاح منقطع النظير، يبقى هستخدم دي هستخدم دي هستخدم دي. وهقدر لما يبقى عندي تصور انت داخل محل كبير قوي، هايبر ماركت مثلا، ده فيه كل حاجه، وبتطلب بضاعه معينه هتلاقي كل حاجه موجوده على الرف. قارن نفسك لو انت دخلت كشك صغير بتسال على حاجه، مفيش غير حاجه واحده هيديك اللي عنده بس. ما تخليش حد يسوق لك بضاعه واحده، روح للي عنده كل حاجه، هتجد عنده كل حاجه بالتقنيه عاليه جدا، وهتجد نفسك بتعمل مجهود اقل في الحصول على احسن حاجه. السؤال المشهور قوي في الجراحه الملاحيه وتثبيت الفقرات، تثبيت الفقرات، لانه الزحزحه الفقريه بقت موضوع منتشر جدا وبقت حاله مزعجه للغايه جدا. هل المنظير والجراحات معتمده التدخل لها دور في تثبيت الفقرات؟ طبعا الجراحه الملاحيه لها دور كبير جدا في تثبيت الفقرات، واكبر عمليات تثبيت للفقرات فيها تعقيد وتداخلات معقده جدا هي تثبيت الفقرات العنقيه. ولانجح طريقه للتثبيت هنا
في الفقرات العنقية باستخدام الجراحة الملاحية. شوف بقى الجراحة الملاحية بتعمل ايه، صورة الأشعة معروضة على الشاشة وأنا بدخل بالمنظار، وأنا داخل بالمنظار الجراحة الملاحية بتدمج لي صورة الواقع مع صورة الأشعة، فكأن أنا داخل بطلع الغضروف اللي باين في الأشعة ده بالواقع الرياليتي، او زي ما بنقول اللي زي ما بيقولوا كده العمليه الواقعيه. انا بدمج الصوره اللي طالعه مشخص فيها الغضروف والغضروف باين فيها بوضوح مع الواقع بتاعي، وبالتالي لا يمكن الخطا. في كتير جدا من العمليات اللي مكتوبه من مضاعفات العمليه ميزد ليفل، او ان يعمل المستوى الخطا، يبقى عيان عنده غضروف ما بين الرابعه والخامسه ويعمل لي الثالثه والرابعه بالخطا. النهارده الكلام ده لما تقوله قدام حد بيشتغل بالجراحه الملاحيه يضحك كتير جدا، دي نكته، لان ما ينفعش ده يحصل. ما ينفعش ان انت بتعمل تثبيت للفقرات باستخدام تقنيات الجراحه الملاحيه ان المسمار يدخل في مجرى الحبل الشوكي او في مجرى العصب او ينط العصب بالبلدي زي ما الناس بتقول. ليه؟ لان انا بدي احداثيات ثلاثيه الابعاد عن المكان. شوف الفتحه قد ايه، شوف حطينا بلاستره صغيره جدا مكان ما دخلنا علشان عمليه كبيره بيتفتح لها 4-5 انش او 10 سنتي، والمريض بيقعد لابس حزام ويعمل، ما عندناش الكلام ده. احنا بندخل علشان عندنا تقنيات حديثه، بندخل من فتحه صغيره جدا قد تكون ثقب زي قطر القلم الجاف، ومن خلالها بنعمل عمليه والمريض بيخرج، مفيش درنقه بقى، مفيش اي حاجه، اي حد في البيت يقدر يغير البلاستره دي بعد يومين ثلاثه او كل يوم مثلا، والمريض ده ما عندوش غرز بقى يفكها والكلام ده كله، هيسمح له بعد ما يفوق من البنج انه يقف على رجله، انه يخش التواليت، انه يبدا يتحرك، يطلع ينزل سلم. لو بعمل عمليه غضروف في الرقبه مش هلبسه رقبه، لو بعمل عمليه في الظهر مش هلبسه حزام. وبالتالي خدمت الجراحه الملاحيه نقطه مهمه جدا جدا، وهي الدقه المتناهيه الصاعه في الاداء، الحفاظ على التركيب الطبيعي اللي ربنا عمله في العمود الفقري. ودي كانت اهم اسباب ولا زالت اهم في اسباب فشل العمليات التقليديه في انها تحقق للمريض النتيجه اللي هو عايزها. ان انت بتدخل تشيل غضروف، عشان تشيل غضروف بتشيل جزء من الفقره، بتشيل عظم طبيعي ربنا خلقه يعمل وظيفه. النهارده بوسائل محدوده التدخل ما بقاش مسموح انك تشيل حاجه من العمود الفقري، انت بتحافظ على الكيان الطبيعي اللي هو طبيعي، اللي مش طبيعي هو بس اللي هتشيله. ايه اللي مش طبيعي؟ ممكن يبقى غضروف، هتشيل الغضروف، ممكن يبقى حته ضيقه في العمود الفقري، هتعمل توسيع في العمود الفقري دون ان تحدث عطب او تغيير في الطبيعه اللي ربنا عملها. ودي ميزه كبيره جدا جدا، هترجع لك المريض بسرعه، هتخلي المريض لما يرجع لعمله ما عندوش قصور، ما فيش حاجه ناقصاه، ما بقاش عنده حته فقدها، وبالتالي هيبقى وصلت الى ما يقرب من المعدل الطبيعي اللي ربنا عمله. التردد الحراري بقى برضه فاشون يعني في عالم جراحات المخ والاعصاب، بقى موجود وله قيمته في تخفيف الالم خصوصا بعد جراحات محدوده التدخل. فعايز افهم ميكانيزم التردد الحراري ازاي بيقلل الالم. شوف، من انجح الحاجات اللي بنستخدم لها التردد الحراري هي الام العصب الخامس. يمكن انا بقالي 5 سنين بطلت اعمل عمليات بالمايكروسكوب او عمليات جراحيه للعصب الخامس، لان التردد الحراري حل مشكله الالام دي. بندخل برنج موضعي بابره، نعمل للعصب ده عمليه تردد حراري. يعني ايه تردد حراري؟ تصور ان العصب ده فيه التهاب، الالتهاب ده عمل فيه تليف بعد ما المريض ده عمل عمليه، او المريض ده عنده مفصل متاكل ضغط العصب عمل تليف، المفصل ده بقى مصدر ازعاج والم، والعصب اللي بيغذي المفصل العمود الفقري نفسه ده العصب اللي بيغذي المفصل. وبالتالي لما المفصل بيلتهب العصب ده بيحصل فيه تليف، يدي الم، يطلع كهرباء مستمره، عماله الكهرباء دي تطلع لنا الم في ظهر المريض، ينزل على رجله، ينزل على وسطه، ينزل على ظهره. من اشهر الحاجات اللي بنشوفها ان المريض تعمل له عمليه تثبيت فقرات ويجي له التهاب في مفصل الحوض. هنا دور التردد الحراري. ايه التردد الحراري؟ كانوا زمان يعملوا كي للعصب عشان يموتوا العصب، فالعصب بتاع الاحساس ده يبطل يطلع اشارات الالم. الكي ده كان له عيوب كتير جدا، انه بيموت العصب، بيفقد الاحساس. وصلوا
بالعلم الى ان في تيار متردد بدرجة معينة بفولت معين بنسبة معينة بتكرار معين اسمه بلسد راديو فريكونسي او تردد اللي هو التردد حراري متقطع بيجي على هيئة بلسد يعني بلساتايل يعني بلسيشن يعني نبضات نبضات من التردد الحراري سريعه جدا المسافه ما بينها قليله بطلع بفولت معين بديه للعصب لقوا ان ده بيعمل ايه؟ بيقفل بوابات الالم او البين جيتس اللي بوابات الالم اللي هي بتبقى مفتوحه توصل اشارات الالم دي بس اللي بتتقفل الاحساس بيفضل زي ما هو الحركه بتفضل زي ما هي يعني العصب الناقل للحركه بينقل اشارات الحركه العصب الناقل للاحساس بينقل اشارات الاحساس وحده بس العصب الناقل للالم اللي التردد الحراري ده بيقفله بس كانه معاه مفتاح ودخل اختار الاوضه الغلط وراح قافلها وساب باقي الاوض مفتحه وبالتالي المريض ده هيطلع عملت له تردد حراري بابره بنج موضعي هيطلع بيحس في وشه مفيش عنده فقد الاحساس بيحرك عضلات وشه او لو احنا بنعمل ده في الحوض او في العمود الفقري هيبقى بيتحرك بيحس كويس ما عندوش فقد في الاحساس ولا في الحركه عنده الالم اختفى ده ماجيك او سحر العلم وصل ليه وعمل الاحدث فيه اللي هو النبضات التردد الحراري وده من احدث الاجهزه اللي عندنا في نيوروسباين بنعمل بيها بقى كل التدخلات المحدوده للمريض اللي احنا عنده مشكله صغيره مش هنحتاج عمليه او جاله الام العصب الوركي بعد تثبيت للفقرات نتيجة التهاب في مفصل الحوض او عنده العصب الخامس او هل تتكرر التردد الحراري هل تتكرر؟ بيحتاج المريض عادة الى جلسات اكثر من جلسة عادة لكن في نسبة من المرضى بيكتفي بجلسة واحدة وبيتحسن المهم ان احنا في الاخر خالص بنستخدم وسيلة ملهاش اثار جانبية غير الادوية ما بتأثرش على الجسم في اي شيء سلبي وفي نفس الوقت بيرجع طبيعي تماما باسرع ما يكون عظيم الجراحات محدودة التدخل الجراحات الملاحية لما بدأنا نتكلم عليها من سنوات ناس كتير من الفيلد الطب ما كانوش فاهمين ده شأنه شأن حاجات كتيرة جدا التردد الحراري أو إلى آخره كل ده بعد كده الناس بدأت تفهم قيمته زي بالظبط في مثلا الخيوط في جراحات التجميل زي الاساليب المناظير في النساء والتوليد والمناظير عموما في كل فروع الطب ناس كتير انكرت المناظير صحيح. في المجمل المناظير ايه جراحه مفتوحه نفتح وبتاع مش عارف ايه والكلام ده كله وبعدين بعد كده بان ان العلم المناظير هي الاهم والمناظير هي الاكثر سيفتي والاكثر امانا وهنا برضه نفس الكلام الجراحه الملاحيه اثبتت قدر كبير جدا قدر كبير يعني اقصد اقول اثبتت بالفعل انها هي الجراحه الاكثر امانا الجراحه اللي فيها تكنولوجيا كلها لخدمه المريض. انا عليا كبادئ او كموجود في فيلد جراحه المخ والعصب ان انا اتقن هذه الجراحه وان انا استخدم النوعيه من التكنولوجيا اللي تخدمني في اجراء هذه الجراحه مش لاني ما عنديش هذه التكنولوجيا ام هاجم ما لا امتلكه. هذه هي نقطة هامة جدا وصريحة جدا في عالم الطب. أنا صريح جدا في الحتة دي وأكيد ضيفي العزيز. أشكرك شكرا جزيلا على تنويرك لينا النهاردة بهذه المعلومات الرائعة والشرح التفصيلي لواحدة من أصعب وأعقد أنواع الجراحات وهي الجراحة الملاحية. نورتنا. شكرا دكتور علي. ضيفي العزيز القيمة العلمية الكبيرة والجراح الكبير أستاذنا الأستاذ خلوص الحميدي كان في الناس الحرفية. علاج السمنة المفرطة السمنة الزائدة علميا طبعا لو الإنسان قدر إن هو يقلل وزنه بنظام غذائي برياضة ده شيء رائع جدا لكن لو ما قدرش وبدأ يبقى فيه خطورة على حياته علميا يطلب منه أحيانا إن هو يعمل عملية. هي عمليات السمنة المعترف بيها يا تكميم يا تحويل مسار مصغر او تحويل مسار الكلاسيكي. انا ما حسيتش بمعنى كلمه الاكل ضحك عليا غير لما وصلت ل 125 كيلو. يعني الناس العاديه عادي الانسان بيلعب لكن مش من ثلاث سلمات.